فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: معلمة تبعد مدرستها عن بيتها مسافة 100 كيلو، وتذهب مع سائق معه زوجته ومجموعة من النساء كل يوم، هل في هذا محظور؟ يعني زوجته ليست محرما، لا بد من محرم مع المرأة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ما يجوز هذا. والوظيفة ما هي بلازمة، إذا كان ما في وظيفة قريبة في البلد وظيفة ما هي بلازمة. نعم، أنا ارتكب محرم علشان تحصيل وظيفة. نعم.